السلام عليكم، حياكم الله الشباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ بشروني عنكم. دقيقة قبل ما نبدأ، بالله خلنا كل خبزة دم ينقص. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم، هذه زي ما قلنا احنا هذه غرفة المهام. اي شخص يكتب بالتعليق شيء يحاول فيه انه يعني يسهم انه يضبط في السلسلة دي، نحطه في جدار المهام. طبعا الحلقة اللي راحت سوينا مخزن ما زرعت هذا قمح، ايوه، واليوم ان شاء الله ناويين نسوي نافورة وحضير الخرفان. والتعليقات طالعة قدامكم للاشخاص اللي اقترحوا هذا الشيء. طيب يا جماعة الخير، أبيكم تساعدوني أنا في النافورة، حلو، بما أن ما أعرف للنافورة صدق. النافورة أكيد بتصير هنا في الوسط، حلوين. إحنا نحتاج الحين وشو؟ خشب من نفس هذا النوع عشان نسوي النافورة. أنا أتوقع عندي في الصندوق الحين عندي سموك. لا والله ما عندي، خلصت. الله لا يعمينا، هذه موجودة عندي هنا. أيوة شباب ركزوا معايا، ها ترى أضيع أنا في التصاميم. دقيقة، حلوين. كيف اسوي البلاطة؟ دقيقة، خلنا نعد الحين، ها خلنا نعد. كم بلوك هنا؟ واحدة، اثنتين، ثلاثة، واربعة، وخمسة. 30 بلوك، حلو. 30 بلوك يا شباب، كم النص حق 30؟ 15، يعني وين؟ والله اني ضايع، خلنا نقول من هنا زين. نسوي زي كذا. واحد. ايوه. والله تاريني مصمم يا علو، انا ما ادري، ها شوفوا، خلينا نشوف كيف من هنا تصير بالوسط بالضبط. ها وش رايكم؟ انا جيت دقيقه لك الداخل. ما عاد في اكل، طفرت انا. دقيقه خلنا نشيل الدجاج، نرضى بالمكسوم. أنا أصلاً دخلت عشان أخذ شيء صح؟ غير الأكل. طب دقيقة شباب، خلنا أوريكم كيف بصمم النافورة. لازم أسوي درج، مو معناته درج نطلع فوق، لا هين أوريكم يا شباب. نسوي زي كذا، شوفوا. أيوة، لا أحس إني جبت العيد. لا بس بس بس، عرفت كيف يا شباب، عرفت. الحين بتنبهرون، تقولون اما ذا محمد مسوي زي كذا مستحيل. الحين بقول لكم شباب، اوكي وقفنا هنا صح؟ والله اني نسيت هي كيف؟ عبد الله كيف الاحتراف؟ عبد الله كيف يا عيال؟ هنا في غلط، والله انه في غلط. هذه ما نحتاجها، خلاص كسر. خلاص رتبنا الشكل، عرفنا كيف بنسوي النافورة. الباقي ما نحتاجه، لازم تحط مربع بزاوية. يا عيال كيف مربع بزاوية؟ ترى ما أعرف كيف يعني مربع بزاوية، الترتيب ما هو حلو. دقيقة يا رب اضبط. لا حلوة ما عليكم. دقيقة بس كيف نسوي النافورة؟ يبغانا درج زيادة يا يعني. اي والله يبغانا درج. نسوي النافورة دي بسرعة وقت. دقيقة بوريكم بعد شيء ثاني، اصبر. كذا والله مصمم يا يعني. هندسة هنا. كيف تبون نافورة برج خليفة ولا كيف؟ بس بنقصنا المويه صح يا شباب، ننزل المويه ويا سلام. يا سلام، والله النافورة طلعت حلوه، تصدقون واحد يسلك نفسه، والله مره حلوه. هذه النافوره خلصناها في دقيقتين، حلوه صح، اعطتنا كذا منظر جمالي، حسنت الشكل.
طب نسينا القصب السكر، لازم الحين نقطع ونوزع على ال... ايوه ما في شطه في البحر يا رب، بس تكمل ذي مزرعة القصب حقت السكر ذي، لان اتوقع آلة التطوير صح معتمدة على ذي قصب السكر. يا سلام لو هذه كلها تصير قصب سكر، واسوي لي قارب واسوي رحلات بحرية، ها اروح بعيد واقعد اصيد في السمك. يمكن نسوي في المنطقة ذي شيء احسن من المسبح، ما هو لازم مسبح، يمكن بعدين مو الحين، خلاص سوينا نافورة بعدين يمكن تجينا افكار انتم تقترحون بعدين. اذا نزلنا ذي الحلقة في اليوتيوب اكتبوا لنا عادي شباب اللي يشوفون الحلقة ذي وش نسوي في المنطقة ذي غير المسبح، لا المسبح ما ينفع، مسبح ونافورة وبحر. الكريبر الله لا يعطي عافية، شفتوه شفتوه يا الكريبر، ها دقيقة والله ما ينسكت له، والله ما تعدي كذا، تعال تعال ايوه اشرد اشرد يوم شفتني جايك، والله يقلع تشوه المنظر. هنا معبى كريبر بشكل، روح 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 فارقني فارقني، ايش هذا؟ نلغم هنا شمول، تعال 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 جاي، نقول الله لا يبكي. كيف كيف خلص الزومبي؟ انا ما عاد ابغى زومبي، طفشوني. تحت البيت في كهف، اوه تجمع تجمع، ايوه جمع اخوياهم، نحط عندهم شمعه. والله اني قايل لكم ان عندي سبون زومبي، والله ان سبون عندي، خلنا نجمع ليفل. ايوه تعال هلا والله لك كافيه، انا ما ادري ايش اخرته مع الزومبي هذولي فحم. الله لا يعطيك عافيه وخر، الله لا يعطيك عافيه. واو يا الكميه، شوف بون سكلتون، ولد 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 انا بموت بموت، ملزخوني والله العظيم، يا انا يا انتم، راجع للبيت ماني راجع، لين ما خلص عليكم. ايوه اذبح اذبح، استهدي بالله يا ولد، استهدي بالله، لا تحدني اسوي اشياء انت في غنى عنها يا سبايدر، ابعد عني فارقني. في خروفين هنا نزوجهم، دقيقة كيف ازوجهم؟ وين ال... الله يقلع من سكلتون، سوي حظيرة كبيرة. طيب دقيقة، الحظيرة تحتاج ايش؟ تحتاج الحاجز، حلو؟ نفس الحاجز اللي سويناه لايش؟ ما زرعت القمح، 63 ايوه تكفي. دقيقة ابشروا بالحظيرة الفخمة، ابشروا بها دقيقة بس نظبط الامور. انا والله العظيم اني محتار الحين وين اسوي الحظيرة هذه، لان الحظيرة اذا سويتها ما عاد في احتمالية اني اغير مكانها، نسويه هنا. ها وش رايكم؟ هذه منطقة اشوفها مناسبة ينفع اسوي فيها الحظيرة. عم نشوف الشغل كيف، والله انه كان فيه هنا ذا اندرمان اسمه صح؟ اللي قد يختفي يسوي حركات. طيب شوفوا يا شباب الحين بناخذ ال... شوفوا كيف الحين تقسيمة مزرعة الخرفان، زين؟ ندرس هذه كلها بتصير على هذا الحد كذا. اما خلصت كذا بسرعة.
خلنا رضي. والله انا زعلان والله، والله انا قاعد اسوي حركات وانا داري انا زعلان. يتغلى علي. كيف اعطي اكل؟ دقيقه، كيف اعطي اكل؟ كيف ياكل هذا؟ لا ضربته، تدمت. دقيقه، زعل. لا ما تدمت. كيف اكل عيال؟ والله العظيم اني ما بخليها في خاطر، اني بجيب له الحين التفاحه الذهبيه. ياكل التفاحه الذهبيه؟ والله يقلع ابو الفقر يا شيخ. نزل له ثاني تفاحه ذهبيه. ايوه ايوه. لا بعطي واحده ثانيه. دقيقه، اكل حتى انا باكل زيه. والله ما خليها. وش في هذه تطيح تحت؟ جاهزين يا شباب تشوفون شكل النهائي. الله لا يعطيك العافيه من كريبر، فارقني مو وقتك. خلنا اكمل كلامي. وخر والله مو مصالحك. ايوه هذه نهايه كل كريبر. ها يحاول يتمحرش في ابو كلبشه. جاهزين يا شباب تشوفون شكل النهائي كيف؟ بطلع فوق النافوره دقيقه. ها كيف؟ حلوه صح؟ الله يسعدكم. ايوه هنا هنا هنا. خلنا نشوف غرفة ثانية اسحبها مرة واحدة. في واحد هناك. هي هي هي. تعال تعال. درب بدرب الخرفان انهم يتسلقون الاشياء. تعال ها. تعال. ايوه اطلع اطلع. شاطر. ايوه هذا كلام. تعال الله لا يعطيك عافية، لا ترفع ضغطي، ها؟ لا ترفع ضغطي، الله يرفع ضغطك. سكر قدامي، قدامي امشي. اقدر اسحبهم زي كذا، كيف اسوي حب العيال؟ ترى ما اعرف انا. علموني كيف اسوي حب عشان اتلهم. قدامي، ايوه. خلنا الحين نسوي أول عملية تزاوج بين الخرفان ذولي. هذول هم المنتجين، الأب والأم. ها؟ بسم الله وعلى بركة الله نشوف المولود. وين المولود؟ يا حليلة! بسم الله. بالغلط، يعلم الله. شوفوا كيف يمشي. الله يحفظه ها ويخلي لكم. وش اذا ما تجمع؟ دقيقه. ايوه كذا خلصنا، خلصنا المزرعه، حصدنا وسوينا كل شيء. وسوينا حظيره الخرفان. واغربت الشمس، جاء وقت النوم عشان بكره نعرف ايش نفكر فيه. على اساس انه بيمر وقت طويل ها؟ من يوم نرقد. طناخه يا شباب ها؟ طناخه، بما ان عندي 20 حبه. بسوي بلوكه. وين احطها؟ دقيقه. ايوه. طناخه يا شباب، طناخه. ها ايش رايكم؟ طاوله جنب السرير. بدل ما ناخذ لفه على البيت نسوي باب هنا، اختصار للوقت والجهد. حلو زي ما اقترح علينا زميلنا، والله اني ما ادري ايش اسمه. يا سلام يا سلام. لا سلام عليكم. ما في درج هنا. وين الدرج؟ الدرج الدرج. بالله ايش رايكم يا شباب؟ احلى شيء انكم انتم تقترحون اشياء انا يمكن ما جت في بالي، تجي في بالكم انتم، ونحسن منها ونعدل ونسوي يمين ويسار، نطلع بشكل حلو. هذيك مزرعة الخرفان، وان شاء الله بعدين نمسح المنطقة ذيك ونسوي جنبها مزرعة البقر، وعلى الموال هذا نغطي المنطقة ذي كلها، تصير تبعي. والله العظيم ان البيت صار شكله حلو. ولا لا يا شباب؟ المهم يا شباب الى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، الله يعطيكم العافية يا شباب على المشاهدة، وان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية في امان الله.